يقول بدأت الطواف من بعد الخط المحاذي للحجر الأسود وتميت 7 أشواط، فماذا علي في طواف العمرة؟ فماذا علي وذلك؟ طوافك ناقص، طوافك ناقص إذا كنت تعديت الخط ولا بديت الطواف إلا بعد ما تعديته، فإن طوافك ناقص، عليك بالإعادة، إعادة طواف العمرة، تعيد ملابس الإحرام، تعيد طواف العمرة وتسعى للعمرة وتقصر من رأسك، لأن الطواف ناقص ولا يصح. نعم.